إلى ذلك يشارك عدد من الشركات الوطنية المحلية والدولية في معرضي بيلديكس وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هاي تك على أرض مدينة المعارض بدمشق. التحول الرقمي هو بحاجة لتجهيزات ساعات كبيرة وبسرعات كبيرة، فنحن عم نحاول طبعا هلأ شو في تقنيات موجودة بالعالم لها علاقة بهالمجال هذا، عم نحاول نجيبها ونعرضها بالمعرض مشان يعني الجهات الحكومية تطلع عليها وبنفس الوقت كمان القطاع الخاص. هلا الحقيقة كثير مهمة لعدة أسباب، يعني بس أهم شيء إنه اليوم بتعرفي نحن البلد بوضع كثير، يعني صار في فترة انغلاق بالنسبة للتقنيات اللي موجودة بالعالم، فهلا هي فرصة كبيرة للشركات إن هلا بعد هالانقطاع هذا بتشوف شو في تقنيات برا موجودة صارت موجودة بالخارج وعم تعرضها، ومثل ما قلت لحضرتك يعني سواء بالنسبة للقطاع العام أو بالنسبة للقطاع الخاص. ملاحظ كمان بهالدورة هاي إنه القطاع الخاص عم يكون في كل سنة عم يكون نشاطه أكثر وأكثر، يعني كأنه عم يكون في توسع بالشركات أو توسع بالأفرع الخاصة بالشركات الخاصة، فالحمد لله يعني في إقبال منيح، يعني كل سنة عم يكون الإقبال أحسن من السنة اللي قبلها. نحن شركة متخصصة بتقديم كافة خدمات الإنشاءات المعدنية من تصميم لتصنيع لتركيب، بتعنى بكافة الأبنية المعدنية، أنواع الأبنية المعدنية، على أعمدة إنارة، منصات التشغيل، كمان الهنجارات والكرفانات، أي شيء بخص المباني المعدنية نحن بنقدم خدمات. وأهمية مشاركتنا هاي السنة مثل كل سنة نحن بنشارك ببيلديكس لحتى، لأنه هو من أكبر المنصات اللي بتجمع كافة الحرفيين وأصحاب المهن والصناعيين بالبلد، كمان لحتى نفرجيهم جودة منتجاتنا ونثبت لهم كفاءتنا بالسوق. هذه فرصة الأولى أن نشارك في المعرض هذه، كما تعلم احنا مركب وشركه كبيره في صناعه الحديد والصلب بالجزائر، بالاخص هي شراكه بين الجزائر وقطر في ميدان الحديد والصلب، والمصنع ذو تقنيات تكنولوجيا عاليه. احنا اهمنا بحث الشراكه العربيه بالخصوص الجزائريه السوريه، وكنا من قبل ان ندنا عمليه تصدير لسوريا ونرافق المصنعين المحليين وبنورد لهم يعني منتجات نصف مصنعه مثل البلاطات هناك، مع العلم أنه سوريا الآن الحمد لله عندنا تقييم أنه الوضعية الأمنية بدأت تتحسن، وفي إرادة قوية من الحكومة لبحث المشاريع وإعادة البناء، والهدف تاعنا هو مرافقة الشركات المحلية لتشييد مشاريع على الأرض الواقع. المرة كان لنا مشاركة بإطلاق أول مكالمة صوتية مع الرسائل النصية مع تبادل المعطيات عبر الانترنت عبر شبكة وفا تيليكوم وباستخدام شرائح وفا تيليكوم وبأرقام وفا تيليكوم واستخدام تقنية فولتي، وهي تقنية حديثة موجودة لأول مرة إن شاء الله في سوريا، والجيل الأقوى قادم إن شاء الله، الجيل الخامس من الاتصالات 5G قادم إلى سوريا بأقرب وقت ممكن إن شاء الله.